Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, l'émission n'est pas comme d'habitude, elle sera en langue arabe. Notre invité a préféré s'exprimer en cette langue. Il représente le peuple tunisien en qualité de député. La langue officielle de la Tunisie, c'est la langue arabe. Donc, nous allons accéder à sa demande et faire cette émission en langue arabe. Une traduction simultanée sera assurée par la suite. Ahlan wa sahlan bikoum wa marhaban fi barnamj khayt al-ittisal. من قناة أم تي في. أستقبل اليوم الممثل النائب في المجلس التأسيسي الوطني التأسيسي التونسي عن توزر السيد محمد شفيق زرقين. شكرا. أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. وعن حزب التحالف الديمقراطي. لو حجيت كان صبرت شوية راك حجيت. دونك يمثل حزب التحالف الديمقراطي الذي أمينه العام هو السيد محمد الحامدي، ولكم وجوه معروفة مثلك أنت كرئيس لجنة الطاقة في المجلس الوطني التأسيسي، لكن هناك وجوه إعلامية عادة ما تدعى وشهرت يعني بحضورها. سيد مصطفى شفروحة نائب رئيس لجنة النبيل. نعم، وقبله في الحضور الإعلامي أظن حضور البارودي أكثر من شيخ روحة وحضور بن غربية، فهم يعتبرون يعني طيور الباز وصقور الحزب حسب التصنيف الإعلامي، ولكن ليس كل من يسيح هو من يفعل أكثر حسب القاعدة. بطبيعة الحال هم الأخوة بارودي وسمادي بن غربية يعني لهم حضور إعلامي، لربما لهم ريزو خاص بهم في الإعلام، لهم علاقاتهم الخاصة، يعني ليس الحزب هو الذي وفر لهم هذه. نحن بعض من الأخوة نواب هذا الحزب، حزب التحالف الديمقراطي، ربما فينا البعض الذي لم يجد إلى حد اللحظة رغم كفاءته رغم قدراته سواء في حضوره في المجلس، إلا أنها ربما إلى حد اللحظة ما يمكن لاش أن يجد هذه العلاقات بعض العالمية الأساسية. سبب حضوركم اليوم في هذا المنبر الإعلامي ومنها موضوع الطاقة الذي يعتني به التونسيون بشكل كبير، والأجوبة دائما غائبة والغموض يلف هذا الموضوع. سوف نأتي على هذه النقطة. وقبل كل شيء أريد أن أعرف ماذا زج بالحقوق وبالموظف العمومي أن يدخل في مجال السياسة بعد الثورة ويصبح نائب في المجلس الوطني التأسيسي. ما هي الأهداف الشخصية الوطنية أقصد وليس أهداف ضيقة التي دفعتك لخوض الانتخابات وأن تصبح ممثلاً عن توزر؟ في الحقيقة أنا ترشحت كنائب مستقل عن ولاية توزر ولم أترشح عن أي حزب، لي من النشاط في المجتمع المدني العمل الجمعياتي لمدة 4-5 سنوات تقريباً قبل الثورة. طبيعي هذا العمل الجمعياتي أعطاني الدربة على العمل بما فيه حتى أقدم الإفادة للمجتمع في جهتي. طبيعي قبل الثورة العمل السياسي كان حتى العمل الجمعياتي كان يشكو صعوبات كبيرة بعد الثورة، والحمد لله حيث أصبح المجال فتحت الأبواب. طبيعي فتحت الأبواب وأصبح أصبحت شو كنت تأمل بالضبط؟ شو كنت تحب؟ يعني لأنه مثلا بصراحة المجلس الوطني التأسيسي التونسي الذي انبثق عن الثورة فيه أشكال وأنواع كبيرة وكثيرة تمثل الشعب التونسي بجميع أطيافه وأنواعه، فتنطلق من القصاص أو من تومية إلى الأستاذ في الحقوق أو الأستاذ الجامعي أو المواطن العادي أو الطبيب، يعني فيه كل. أنت يعني لما دخلت وخذت يعني ماذا كنت تريد أن تفعل بالذات يعني في منطقتك؟ ماذا كان يمكن أن تجلب لمنطقتك؟ باعتباري كنائب عن دائرة توزر، الجهة تعاني تهميش وإقصاء منذ الاستقلال إن شاء التقدير، لأنه ليست فترة بن علي فقط، على مستوى التنمية يعني تفتقد أبسط ظروف التنمية. حاولت من خلال على الأقل ترشحي صلب المجلس من خلال ممارستي لعملي كنائب صلب المجلس أن أبلغ صوت أهالي جريد، أن أحاول
على الأقل بمجهود شخصي كنائب مستقل في الفترة الأولى قبل الدخول إلى حزب التحالف الديمقراطي. حاولت أن أقوم باتصالات مع بعض من رجال الأعمال. الحمد لله ثم زوز مشاريع مثلاً في ديجا أنهم قمنا بأخذ الرخص اللازمة بالإجراءات مع البنوك في المطار، يعني بين زوز مشاريع تاع مدرسة تكوين لي بيلوت والزوتيس واللي ميكانيسيات في الاطار هذا، شركه اخرى تخص الاستوكاج دافيون في جيتوز. حاولت ان نعمل مجهود كبير مع الفلاحه اللي هم عندهم مشاكل كبيره نتاع مياه ري تاع عديد المشاكل. في العموم بخلاف هذا وزيد دخولي للتحالف كان مهم برشا وقدم لي الاضافه الحقيقه، لاني كنائب مستقل كنت على امل ان الاستقلاليه تكون طيبه ليا وطيبه للجهه، لكن الحقيقه العمل في اطار حزب لم تنجمش. انا ب10 نواب اليوم ولا 9 نواب في المجلس ممثلين حزب التحالف، الفصل 13 واللي تو باش نحكوا فيه في مره سابق، لولا المجهود للمجتمع المدني في البدايه وهم مشكورين عليه، عديد الجمعيات في تونس وفي جهه توزر اللي دعموني فيه، ايضا الحزب التحالف قام بدور كبير في الفصل 13. ما هي اهداف هذا الحزب الذي دخلته بعد الانتخابات، حيث خضت الانتخابات كمستقل ثم دخلت هذا الحزب، ما هي اهداف هذا الحزب؟ هو دخولي للحزب التحالف نظرا لاعتباري ان هذا الحزب كل التطلعات كل المبادئ التي أأمل فيها وأتبناها كمواطن وكرجل سياسي حقيقة بنسبة 80-90% لقيتها في هذا الحزب، وهذا سر وسبب انتمائي ليه. حزب ديمقراطي اجتماعي، حزب مدني طبيعي مدني، حزب ديمقراطي اجتماعي مدني، حزب يدعو إلى التوازن الجهوي والتوزيع العادل للثروات عموما مش بالثروة الطبيعية، حزب اهتم بشكل كبير فيما يخص البحث عن حقوق الشعب التونسي من ثرواته الطبيعية المنهوبة. المرأة كان لها دور كبير من كان لها اهتمام كبير في إطار برنامجه. نعطيك نموذج على مستوى أهمية الشباب، نحن في الحزب لنا مجموعة معناها شبابية فاعلة وليست شبابية شكلية، مجموعة شبابية فاعلة أسست لهذا الحزب. هل يعتبر مع هذا الحزب اليوم رقم من أرقام السياسة في تونس، يعني أو يعني لأن الكثير يريد أن يحشر الساحة التونسية في خانة الحزبية القطبية، يعني هناك نداء تونس وهناك النهضة والباقي مثل الإلكترونات الحرة التي تلف حول هذين الحزبين؟ والله بالنسبة للتحالف الديمقراطي كحزب المسعى الأساسي له صلبة الثنائية على الأقل القطبان الكبار ذوما النهضة والنداء والخشية منهم، وهي خشية كل السياسيين وليس التحالف فقط. سعينا كحزب إلى أن نكسر هذا الحاجز، هذا القطبين، بخلق قطب ثالث لملاء. صحيح أن ثم الجبهة الشعبية تعتبر نفسها على الأقل أنها خط ثالث، نحن نسعى أيضا لوجود خط رابع لملاء، خط معتدل كما قلت اجتماعي ديمقراطي مدني يكرس على الأقل ويعبر عن هموم وعن مشاغل نسبة كبيرة جدا من الشعب التونسي لليوم نشوفوها في حال ضياع بين النهضة ونداء اللذان كأحزاب، رغم أن استطلاعات الرأي الإعلامية في الحقيقة التي تبدي على أن هذا الحزبين هم أكبر الأحزاب، في الحقيقة أنا أرى أن هذه استطلاعات غير صائبة، ولربما الأيام القادمة إن شاء الله. يعني الاستطلاعات طبعا حتى في الديمقراطيات العريقة مثل فرنسا وأمريكا هي موضوع كم دفعت لي أعطيك النتيجة التي تريد، يعني طبيعي وهذا هو اللي صاير إن شاء الله. مع الأيام بحول الله كمجموعة صلب الحزب سوف نعمل على تكريس وتأسيس هذا الخط الثالث أو إن شاء الله قولا الرابع. لعدم تواجدي في تونس، يعني لا أعيش بتونس، فسألت عن هذا الحزب يعني قصد تحضير لهذا البرنامج، فكان الانطباع وأعجبني بصدق وأنه أغلب الناس الذي سألتهم الكلمة التي كانت ترد، لا أنا أجعلها سؤال،
هل أنت متفق مع هذه الكلمة؟ حزب معتدل، حزب متزن، حزب رصين، هل هذه الأوصاف تعجبك وتقبلها؟ أكيد هو حزب وازن وفاعل ومتزن، يعبر على شريحة كبيرة. يمكن أنه حزب لا يفتقد للجانب المادي، للأموال، للماكينة الإعلامية التي يمكن أن تدعم بعض الأحزاب الكبيرة لتتوفر لها منها مال سياسي. يفتقد صحيح المال السياسي، لكن هو ثري بمواقف، بالمواقف نتاعه ثري على الأقل بقيادات منها مهمة وفاعلة، ثري بمناضلين إن شاء الله هل يكونوا. هناك تيارات مختلفة داخل حزبكم؟ مثلا أنا لما أرى رجل أعمال ولو هو أستاذ، مثلا مثل السي الحبيب شيخ روحه والسي البارودي والأمين العام نفسه محمد الحامدي، أرى أن هناك تركيبة لا تركب، يعني هناك، لكن هذه خاصية كل الأحزاب، هناك تيارات. هل هناك تيارات وما هي هذه التيارات؟ هل هناك تيارات يسارية، تيارات عروبية، تيارات ممكن إسلامية؟ عندكم سي عبعاب قيادي سابق، يعني كيف تعيشون هذا التمازج داخل الحزب؟ تمازج يجمع بين، لا أقول اليمين واليسار، إنما يجمع كل من ليس له مكان في اليمين واليسار، يعني كل من هو وسطي معتدل. وإن كان ثم وجود رجال أعمال كما قلت سي مهدي ولا سي منصف، سي منصف يعتبر رجل أعمال، هو أستاذ ومفكر أكثر من رجل أعمال، لكن هذا لا يفسد الودي قضية أن يكون صلب الحزب. ونحن ندعو كل من يرى في نفسه الكفاءة العمل معنا صلب الخط السياسي الواضح لهذا الحزب، سواء كان رجل أعمال أو رجل فكر، أن ينتمي إلى هذا الحزب. يعني الآن أنتم يعني بالتونسي تبارك الله عليكم، يعني فرضتوا رواحكم في فترة وجيزة وأصبحتم طرف أساسي رقم سياسي في الحياة السياسية التونسية. ماذا فعلتم وماذا كان دوركم في من تخدم فيه في المجلس الوطني التأسيسي؟ وكيف تقيم يعني دورك شخصيا في هذا المجلس ودور المجلس في خلال هالسنتين ونيف منذ انتخابكم كنواب في 23 اكتوبر؟ في الحقيقه على مستوى المهمه التاسيسيه، باعتبار ان المجلس انتخبنا ليه لمهمتين، المهمه الاساسيه هي مهمه تاسيسيه تتمثل في الدستور، فيما يخص صياغه الدستور، وان شابه شيء من التبعثر والتعطيل لظروف داخليه وخارجيه، إلا أنه الحمد لله في الأخير قمنا بإنجاز في تقديري، رغم كل ما فيه من ثلاثة أو أربع فصول أو حتى ستة فصول يشكوها النقص، ولربما البعض الآخر يرتهي أنها تستدعي استفتاء شعبي هذه الفصول، إلا أنه يبقى عمل جيد. هل هو عمل جماعي بيتم معنى الكلمة؟ بطبيعة الحال هو كان عمل جماعي، كان عمل توافقي، اعتبره البعض أنه عمل صفقاتي وليس توافق، يعني فيه جانب من التلفيق، لربما هذه قراءة البعض. وأنا في لجنة التوافقات في عملية السبق لجنة التوافقات حوار وطني، هذا الحوار الوطني في الحقيقة في تقديري لو لم، رغم آخذي على بعض جوانب فيه، أما لو لم يتم هذا الحوار الوطني لو لم نلتجئ إلى لجنة توافقات لما أنجزنا الدستور ولو لسنتين أخرتين. هناك حديث كثير وأنت رجل سياسي الآن عن أن تونس كانت مهددة ربما حتى بحرب أهلية لو لم يتم التوافق، وأن تونس كانت يعني ذاهبة مباشرة إلى الحائط، وكانت ستكون الصدمة عنيفة، وبالفعل اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا كانت البلاد يعني في حالة صعبة جدا. فهل من معلومات دقيقة عن هذا الوضع قبل أن تصلوا إلى الوفاق وإلى التصويت على الدستور؟ نحن كنا ندرك جدا أن الوضعية الاقتصادية للبلاد هي في تشكو أزمة حادة جدا، حتى أن لجوءنا للصندوق النقد الدولي و
طبيعي تم تمكيننا من نصف القرض ثم النصف الثاني مع مصادقتنا الحكومة. بيع وشراء يعني. طبيعي كانت للأسف ليلة المصادقة على الحكومة يعني كانت ليلة ماهيش عادية في إطار الضغط بأن صندوق النقد الدولي لن يمنحنا ما تبقى من القرض. طبيعة الحال إذا ما ثمش هذا المبلغ سوف لن تكون سوف توقف الرواتب. عديد الضغوط مورست تلك الليلة. عموما يعني ثم ظروف اقتصادية كانت صعبة برشا، وكنا كنواب في المجلس أخذين بعين الاعتبار لهذه الظرفية الصعبة، وهي التي دفعت بالنواب إلى السعي نحو التوافق. طيب التوافق وصلنا له والحمد لله، وهذا في صالح تونس وشعبها، لكن هناك كانت أصوات تسمع مدوية تتهم الوزير الأول الذي كان جالسا مكانك بالأمس السابق علي العريض كوزير أول كرئيس حكومة وكوزير داخلية بالتقاعس، بعدم الكفاءة، حتى ربما، والكلمة خطيرة ولكن هي ليست مني ولكن للبعض، بالتواطؤ مع بعض التيارات الإسلامية المتطرفة. فماذا عن حقيقة هذا الأمر؟ الآن لك المزدح والشعب التونسي يستمع، ما هو الصحيح؟ ما هو الغث من السمين؟ كيف يمكن للمواطن العادي أن يعرف هل هذا الكلام صحيح ومفند أم هو فقط عداءات سياسية وخصومات وحسابات بين الأحزاب؟ والله حسب معرفتي الشخصية كنائب بالمجلس الوطني التأسيسي وتعاملي مع السيد علي العريض منذ كان وزير الداخلية، ارتأيت في هذا الشخص، في هذه الشخصية السياسية بمنصبه كوزير داخلية، كان التعامل أكثر ربما في رئاسة الحكومة صعب التعامل معه، حتى معاملات يعني زيارات لمكتبه على المستوى الأخلاقي كان منها على خلق عالي جدا. على المستوى التعاون معنا في مهامنا كنواب يعني قال لو ندري أن تجد وزيرا تطلب منه اليوم موعد، منها بعد نهارين ثلاثة تتحصل عليه، ثم وزراء تبقى بالأسبوعين وما تحصل. يعني كان التعامل معه جيد، التعامل الذاتي والموضوعي. ما شابه علاقته بالمنظومة الإرهابية في تقديرنا نحن في المجلس قمنا بإحداث لجنة تحقيق الأولى 9 أبريل ثم الثانية. للأسف هذه اللجنة لم تفعل، حيث لم تتمكن أي معطى واضح ودقيق يخول لنا كنواب أن نحكم على هذا الشخص سلبا أو إيجابا. ومن كان الذي رفض إعطاء المعلومات لهذه اللجنة؟ الوزارة، الموظفين السامين، أم الوزير نفسه؟ لا والله، هو الحقيقة هذا باش يرجعنا للعمل للمجلس عموما، أن اللجان شكلية وصورية في عديد المرات، خاصة اللجان طيب الخاصة معناها. كما يقولوا يعني جوميلي بيدون لي بلا، نقعدها بالتونسي. اليوم فما شكون تاهم علي العريض وأنه تهمة خطيرة جدا، يعني عارف بمن سيقتل شكري بالعيد والحاج الإبراهيمي ولم يتخذ أي قرار، هل هذا صحيح؟ هل هذا معقول من الشخص؟ والله أنا في تقديري من الشخص الذي عرفته غير ممكن وغير وارد. يبقى في السياسة وفي الوضع الذي عاشته تونس يعني وفي الحسابات التي تواجد بين عديد الأحزاب سواء بين النهضة واليسار والجبهة الشعبية خصوصا وإلا في علاقتها بالنداء، يبقى أن نجم يكون الحزب لديه علاقات، وهذا كانت واضحة علاقاتهم بأنصار الشريعة في المدة الأولى، الفترة الأولى على الأقل. نعم. أما الشخص علي العريض أن تكون يعني عنده يد في المسألة، هذا مستبعد جدا، ولا أرى في ذلك منها. ما هي سؤال، ما هي مصلحة حركة النهضة التي هي في السلطة أن تقذ مضاجع نفسها وتخرب بيتها بيدها؟ هذا أنا أطرح سؤال لست أعطي رأي، حتى تقوم بعمليات إرهابية، هل هذا منطقي؟ حركة النهضة دعمت أنصار الشريعة في الفترة الأولى وهذا واضح، حيث كانت دعمتهم في حق الوجود، قد دعمت في حق الوجود، وكانت تعلم أن الأخوة يعني في إطار قيام بتجمعات وتنظيم وبعض الأنشطة، وكانت يعني كما نقول عين محلولة وعين مغمضة، ولكن
أنها تكون عندها يد في ممارسة عنصر الشريعة ولا الارتلاع بالإرهاب، هذا غير صح على في تقديري، غير ممكن وغير صحيح، لأن في تقديري الإرهابيين وما يسمى بالإرهابيين الذين مارسوا الاغتيالات للمرحوم وزميلنا الحاج إبراهيمي ولا المرحوم الشهيد شكري بالعيد، هي في تقديري اختراقات لهؤلاء، وهي نجم تكون في أغلبها. طيب، هناك معلومات وردت، احنا كصحفيين لازم نتقصى الخبر ونغتنم فرصة كل من عنا مسؤول. هناك معلومات وردت منطقيا ربما تكون صحيحة منطقيا، لكن ليست هناك أي أدلة وإثباتات، وأن ربما بعض المصالح الاستخباراتية الأجنبية لها مصلحة في إحداث الشغب في تونس بقتل الشهيدين وبتقويض مضاجع الوطن التونسي حتى لا تنجح الثورة التونسية. هناك دولة الإمارات، هذا ثابت، يعني هناك شخصيات إماراتية مسؤولة كانت لديها أموال نقدية توزعها، كانت بقصد إحداث حركة تمرد قوية مثل مصر، وهناك اتهامات وجهت إلى الجزائر بدون إثباتات. هل حسب معلوماتك أو أنت عشت في البلاد في الفترة هذه الكل، هل هناك تدخلات أجنبية حاولت أن تدفع بالسفينة التونسية حول المطبات؟ في تقديري أن تواجد المخابرات الأجنبية في تونس ونشاطها هذا ثابت، أمر ثابت لا يشك فيه عقل، ولكن أنها تصل دورها في تسيير الأمور في تونس إلى هذا الحد، على الأقل نحن في التحالف الديمقراطي وأنا كنائب كعضو في هذا الحزب لم، حينما قلت أن الإمارات والمال السياسي الذي تم ضخه، نحن في التحالف لم نرى شيئا من هذا القبيل. يعني يقال أن عديد الأحزاب، أنا حتى اتهمنا كنواب أن قبضنا يوما ما 400 مليون كل نائب قاطع المجلس، وهذا غير لا حقيقة، يعني تم الاتهام أن جت في الأموال من الخليج من السعودية والإمارات كما ذكرت النواب الذين قاطعوا، وهذا أمر غير صحيح، بدليل أننا فينا نواب يعني تذخر الشهر تسقام في الروج منها. لا حقيقة، ما أنا مستحي، يعني مجرد اتهامات هذه. سؤال هامشي، بما أننا تحدثنا على الأموال والروج، هناك حديث الآن في الصفحات الاجتماعية مثل الفيسبوك تتكلم عن التقاعد للنواب ونسبة التقاعد، ما صحة هذا الخبر؟ وهل هناك تصويت على إعطاء النواب أم هل هو قانون وفي هذا الحال يعني هذا حق مشروع؟ هل ممكن توضيح على هذا؟ فيما يخص التقاعد في قانون الأساسي للصندوق والمعمول به حتى في مجلس النيابية السابق، أنا مش كان مجلس النيابية، يعني قانون أساسي للصندوق، أنا سنتين من الحضور، مش من الحضور، سنتين من دفع معاليم أو حجز أقساط لفائدة هذا الصندوق عن طريق المجلس وإلا من مسمى الصندوق، سواء من مجلس نواب ولا من غير مجلس نواب، لمدة سنتين. أقل من سنتين يتم إرجاع، مثلا إحنا يحجزونا في تقريبا 240 دينار، أقل من سنتين يتم إرجاعها، أكثر من سنتين يتم اعتبارها واعتمادها صلبة في، يعني بالفرنسوية نقولوا في الريتراد نتاعها ليكوتيزاسيون اللي اندفعت الصناديق الأقساط هذه، إذا كانت أقل من عامين من سنتين يتم إرجاعها عند إنهاء المدة من المهمة تاعنا، إذا فاتت السنتين يتم احتسابها في ريتراتنا مرة أخرى. طيب، مش حلال عليكم وحرام علينا، علاش هناك ضجة وأنه ما يلزمهمش ياخذوا التقاعد؟ أنت كعضو في المجلس الوطني التأسيسي فتوا للسنتين، هذا حق، يعني ما صوتوش أنتوما، ما خلقتوش أنتوما، لا ما عملناش قانون ومطبق للجميع، ما عملناش في قانون، ما عملناش هو قانون أساسي. لا، هو المجلس مش في هذه الضجة فقط، المجلس تعرض إلى حملة وهرسلة كبيرة جدا لتشويهه ولإضعافه، ونجحوا في ذلك للأسف، طبيعي في إطار نشاط ما يسمى البعض منهم، لأن ثم مجتمع مدني كان فاعلا، لكن ثم بعض المجتمع المدني الذي على الأقل نفذ أجندات منها من قوى معينة،
وهمش المجلس واعتبرنا نتقاضى في 5000 دينار وهو مش صحيح، يعني منحتنا كانت 2300 دينار وهذا أنا معروف للعيان، يعني عديد انا نعطيك كنت معتقد 4900 دينار الى 2300 يعني. دينار يعني هذيك هي المنحه. نعطيك اكثر، انا توهاني رئيس لجنه صدقني، يعني ما يسمى اقل من سميك يعني الحد الادنى الفرنسي. رئيس لجنه لا عنده مكتب لا عنده وسائل لوجستيه مالها كيفاش تخدموا مالها؟ انا كيجيني ضيف نستدعيه في القاعه نتاع الجلسه، قاعه كبيره وين اللجنه نستدعيه في قاعه اللجنه. ما نجمش لا باش نضيف معناها يجيك السيد باش تستمع اطار معناها خبير معين باش يقدم لك اضافه في اللجنه، ما ثمش حتى ظروف تعمل. طيب سؤال ربما محرج، لما كنتوا تكتبوا في الدستور لاحظنا حضور بعض الاطراف الاجنبيه وهذا عادي يعني، وانه يعني برلمانات اجنبيه او اساتذه قانون دستوري تحضر، لكن هل صحيح ما ورد عن تآمر فيلدمان وفرضه بعض الفصول وكتابة الدستور، يعني وصل إلى أن كتبوه في الدستور جملة واحدة مثل ما نسب له في العراق أو في أفغانستان، ما هي حقيقة فيلدمان وماذا حدث؟ هو الشخصية حضرت بالمجلس ولكن في تقديري لا تأثير لها على الأقل كشخص مباشرة، لم يكن له منها جلسات أكثر من مع نائب أو اثنين. المجتمع المدني عن طريق مموليه هذا أمر واضح في تأثيره في صلب الدستور، يعني بالضغط بالتوجيه المعلومة وهذا موجود، يمكن أن ينفع هذا ثابت عن طريق جمعيات معينة، هذا ما يسمى باللائكية والعلمية، هذا عن طريق جمعيات معينة متواجدة صلب المجلس تحاول أن تقنع بمشاريع معينة بفصول معينة وبتكوين معين لنواب معين، يعني ومعلومة للمواطنين التونسيين. أريد أن أقول شيء، يعني هذه الجمعيات ما دامها تحترم القوانين يعني هي موجودة في كل الدول، مثلا على سبيل المثال في البرلمان الأوروبي في بروكسل مثلا فما ما يسمى باللوبيست، يعني جمعيات الضغط، الجمعيات الضاغطة، مكاتبها مفتوحة للعيان في الشوارع، في أكثر من 200 جمعية للضغط على النواب الأوروبيين يعني توجيه القوانين في اتجاه أو آخر، يعني هذه مهمة وموظفين ورواتب ومدفوع لها من أصحاب الحقوق التي تريد أن تضغط على النواب. يعني هذا ما يسمى بالشغل الديمقراطي، هذه عادي الديمقراطية عادي التي نريدها. نعم، لكن أنا ما أردت أن أقول أنه فيلدمان يبدو أنه أثر بخصوص موضوع جرح الكثير من التوانسة وبما فيهم أنا شخصيا، يعني وهنا نادرا ما أعطي إحساسي الخاص كصحفي، هو موضوع قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم. فجاءت ظروف وجود فيلدمان وتقاعس نواب النهضة في التصويت، لأن شفنا من صوت ومن يعني رفض التصويت، يعني سيتابستوني، ومن صوت بلا وبنعم، فنرى وأن معظم نواب النهضة. كيف عشت هذا الوضع بالذات في هذه النقطة قضية التطبيع؟ بالنسبة لقضية التطبيع تم تقديم فصل إضافي، أنا نفسي تقدمت بمقترح فصل إضافي حول تجريم التطبيع، وكان زميلي أيضا السيد مراد العمدوني عن التيار الشعبي قد تقدم. للأسف من شروط تقديم أي فصل إضافي أن تقدم 30 توقيع منها من النواب، وهذا كان أمر عسير جدا حقيقة. نعم، وأنك تلقى إجماع طبيعي جدا. إذا أنا توفر لدي تقريبا 10 توقيعات، حاولت أن أبذل مجهود مع السيد مراد عمدوني وأن على الأقل نجمع هذه التوقيعات صلب مقترح إضافي واحد، وكان للسيد مراد هذا صاحب هذا المقترح. للأسف طبيعي صعوبة في جمع التوقيعات، صعوبة أيضا في الموافقة. لا نحكي لك صعوبة في الموافقة. نعم، هذه الموافقة أنا في تقديري لا فيلدمان ولا غير فيلدمان كان وراء عدم التصويت، هذه أجندة خارجية ماهيش في شخص فيلدمان في حضوره. طبيعي فيلدمان ينجم يكون هو فرد تواجد صلب المجلس، ولكن ثم قوة وراء فيلدمان هي التي ساهمت في التصويت بالرفض
على هذا اللوبي الصهيوني طبيعي يعني. جدا اكيد خلينا نسميه يعني لا بالاسماء خطر. بالاسماء نعم. طبيعي نعم. جدا. هل تتصورون ان فصل كهذا سوف تدفع برفضه قوى ديمقراطيه في البلاد التونسيه؟ هي اجنده. كيف كان شعورك؟ لانه تونس ليست اي دوله. تونس احتضنت منظمه التحرير الفلسطينيه وياسر عرفات والقياديين التاريخيين لاكثر من 10 سنوات او تقريبا عقدين. واحداث يعني وامتزج الدم التونسي بالدم الفلسطيني في حمام الشط. فالقضية تعنينا مباشرة وبصفة خاصة، كيف عشت هذه اللحظة أنت؟ والله للأسف كنا نأمل جميعا أن قضية فلسطينية قضية كل التونسيين في إطار التصويت على هذا الفصل، حينما تجابه بتصويت بالرفض عليه بأغلبية معناها خاصة من كتلة النهضة وبعض حتى بعض الكتل الأخرى، ولكن كانت قليلة وكانت متفرقة متوزعة الأصوات فيها. نحن في حديثنا مع زملائنا عن كتلة حركة النهضة، لماذا هذا التخاذل اتجاه هذه والتقاعس اتجاه هذه القضية؟ طبيعي لا تجد إجابة واضحة، سواء بخلاف أن هذا الفصل أنا وجدت حتى حرج داخل بعض أعضاء النهضة، يعني متحرجين أنفسهم. أنا أؤكد لك والله العظيم، صدقني يا سي توفيق، نهار التصويت على الفصل ثم من نواب حركة النهضة وأنا مقابلهم بالضبط، وقت اللي طاح الفصل فيهم اللي حط ايده على وجهه، ما نجمش يحط نعم. ما نجمش يواجهنا نعم. العين في العين. ومعناها هذا ياكد لك اللي هو راه تصويتهم كان مش عن قناعه، كانوا ياملون التصويت مع هذا الفصل، ولكن ثم ضغوط خارجيه هي التي ادت الى هذه النتيجه. طيب، هو هذا الدستور في الحقيقه، وهذه نسخه ان سمحت لي يعني اظهرها الى الكاميرا، هذه نسخة من الدستور، هو دستور توافقي وليس قرآن منزل. يعني هو قابل للتنقيح وقابل للتغيير ككل الدساتير الوضعية. فربما يقع تدارك في الفترات القادمة. تونس اليوم تحتاج إلى هدوء. هل هذا الذي جعلكم تصوتون ب 200 مقابل 17 من مجموعة 217 صوت لهذا الدستور، هل كان هدفكم أن تذهب تونس إلى مياه يعني ليست راكدة وإنما هادئة؟ طبيعي منذ 25 جويلية تحديدا بعد اغتيال المرحوم الحاج إبراهيمي، يعني دخلت تونس في دوامة شأن التقدير، وتسبقها طبيعي 2 فبراير اغتيال الحاج إبراهيمي. يعني 2013 بمجملها منذ افتتاحيتها كانت عصيبة على الشعب التونسي بالاغتيالات، ويعني عصيبة سياسيا وأزمة اقتصادية أكثر منها. وصلنا إلى مرحلة أن نجم الموظفون سوف لن يجدوا الرواتب بعد يعني لم تكن إشاعات، كانت لا طبيعي. إحنا كي نقولوا رو ما زالت 90 يوم تقريبا منها من احتياط. من احتياطي في البنك المركزي أو 100 يوم، يعني وصلنا إلى حافة الهاوية، وكان علينا أن نجد حلا ولو يعني ولو بين ولو حل يعني حل وسطي يؤدي بنا إلى بر الأمان بدستور توافقي مدني، وإن كان اعتبره البعض علماني، هو ليس بالعلماني يعني بالمنطق هذا، لكنه يفصل الدين عن السياسة. سؤال ربما يحرجك، هل هو دستور توافقي أم كما قال البعض دستور تواطؤي؟ هو دستور، اعتبره دستور توافقي، رغم ما فيه طبيعي من هنات ومن نقائص، فيه ترضيات للاسف وجدت، سواء للشيوخ فيما يخص السن الباجي قيد السبسي، سواء في الجنس. عم تذوبها لما اقترحت فصل 73 انتم فصل 73 سنه للسن الاقصى، فصل 73 سواء بالنسبه لاصحاب الجنسيه الاجنبيه، والذي انا في تقديري شخصيا اعتبر ارى انه ربما كان مبالغ فيه، لان كانت مجامله من النهضه الهاشمي الحامدي تحديدا. هل ماذا تم في هذا الفصل؟ لان عندك تقريبا مليون تونسي يحمل الجنسيه يعني المزدوجه. ماذا حدث في النهايه؟ يعني في هذا الفصل فيما يخص الجنسيه، كل من له جنسيه ثانيه خلاف الجنسيه التونسيه
يحق له الترشح لرئاسة الجمهورية ما عدا أن يكون ثم موانع طبيعي ما عدا أن يكون ما عندش موانع أخرى يعني قضية نعم. أما بشرط أن يتم التعهد بتنازل بالجنسية هذا بالنسبة للرئاسة أما بالنسبة للنواب أو لا يتنازل لا لا ما بالنسبة للترشح للمجلس التشريعي مجلس النواب ما هو سوف نسرع قليلا هناك موضوع أثار ويثار وسيقف يعني دائما إثارته لأن التونسيين يحبوا يعرفوا فلوس ومون ماشيين عندنا مشكلة عندنا مشكلة ملي أنا صغير ظهر لي نحن نفس السن عمرنا ولا سمعنا ديما نسمع تونس مسكينة ما عندهاش تونس فقيرة تونس سوالية النهار كله احنا نمدوا في ايدينا يا كريم تاع الله انت رئيس لجنة الطاقة في المجلس التشريعي التأسيسي الوطني هل لنا ثروات طبيعية هل لتونس طاقات طبيعية ما هي حقيقة الأمر خارج عن ما يروج له السياسيون من عهد بورقيبة إلى يومنا الحاضر وعلى فكرة السيد علي العريض دون أن نوجه له أي تهمة وأظنه نزيه فيما قال قال حسب المعلومات التي وردتني تونس ليس لها أكثر من تقريبا 70,000 برميل بترول يومي وليس يعني ثروات لا تكفي ونستورد البترول لأننا نحتاج هل ممكن توضيح هذا الموضوع وبعدها سوف نستدرج الحديث إلى الفصل 13 المصرح به من كمية الإنتاج في المحروقات حوالي بين 75,000 و 85,000 برميل يوميا لكني حينما نلاحظ من جانب آخر حجم الفساد والخروقات والتجاوزات التي تمارس في هذا القطاع تؤكد لنا أن كمية الإنتاج المصرح بها من طرف الوزارة غير صحيحة من طرف الإدارة أكثر من طرف الوزارة لأن الصناعة تأخذ الأرقام من عند الإتاب من الشركة الوطنية طبيعي هي الإتاب والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والإدارة العامة للطاقة نعم. هما تقريبا المؤسسين اللتان تراقب العمل تحديدا الإتاب هي هذا ما يؤكد على أن كمية الإنتاج المصرح بها غير صحيح غير واقعية ما يؤلمنا حقيقة هو حينما نطلع على للأسف أن عملية الاطلاع صعبة جدا على حقيقة الأمر حقيقة الأرقام لأن في تونس من أيام برقيبة لأيام بن علي للحظة هذه بعد الثورة رغم وجود مرسوم حق النفاذ للمعلومة إلا أن المواطن لا يعلم شيئا سواء عن كمية الإنتاج وإلا عن العائدات بالله نحب نوضح العائدات هذا الإنتاج للي شاهدوا فينا وأنه روكي نسمعوا 85,000 برميل يوميا ما نفرحوش برشا علاش على خطر ولو أنه البرميل اليوم تقريبا 100 دولار يعني مما يعكس 850,000 دولار يوميا لكن لازم الناس يفهموا وأنه إذا كان هذا الرقم صحيح وهو غير صحيح إذا كان هذا الرقم صحيح راو تونس حصتها مثل من 85,000 برميل في بعض العقود 17% في بعض العقود 10% في بعض العقود 0 كما شفنا البارح في المحاضرة بتاعكم كما ممكن تكون 20% أما الشركة المستغلة هي اللي تاخذ أكبر نسبة من هذه البراميل النفطية هذا لازم الشعب يعرفه لازم الناس وهذا وهذا النجم نوضحوه من فضلك يعني هذا يعني العملية احنا في تونس عندنا تقريبا مش تقريبا يعني 52 رخصة بين رخصة بحث و 52 امتياز يعني استغلال وعندنا 50 بين رخصة بحث واستكشاف يعني هذا العدد حوالي 100 بين امتياز بين بحث واستكشاف وامتياز يعني من المفروض انه عدد معتبر ليس بالقليل اذا ما تبين لنا هذا الرقم المحترم من الرخص والابار يمكن ان نتبين ان أنا تونس تملك ثروة معتبرة غير مخالفة على الأقل للرقم المطروح سبب العدم بالنسبة لنا كإشكال عندنا إشكال كنواب وإلا كمواطنين أننا لا نعلم شيئا حول هذا القطاع رغم وجود كما سبق هذا المرسوم هل نحن موجود في الميزانية كم مداخيل الدولة من بترول تونس؟ هل موجود في الميزانية التي صوتتم عليها؟ ثمة أرقام أنا لا أستحضر في اللحظة هذه الحقيقة ولكن غير معقولة
وخصوصا حينما يجابهوننا ب أراها أكذوبة الدعم، دعم 2010، دعم المحروقات، ودعم دعم المحروقات تحديدا. يعني هي ميزانية الدعم حوالي خمس ميزانية دولة تونسية 2012 25. نعم، يعني تثقل كامل الدولة بشكل كبير. دعم المحروقات هو العشر، يعني نصف ميزانية الدعم. نعم. ميزانية الدعم كانت 1600 مليار، اليوم 3600. رغم أن بعد الثورة انقص الإنتاج. بالله سؤال سامحني. فهمني، انقص الإنتاج بعد الثورة. نعم. إلا أن الدعم قاعد لا ارتفع ثلاث مرات. اللي هي مسألة غير معقولة. أمر غير معقول. إذا هو الإنتاج انقص. في العموم أنا 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 مصدرنا الوحيد كنواب باللجنة هو تقرير دائرة محاسبات. هذه فضيحة وطنية يعني. تقرير دائرة محاسبات. تقرير دائرة محاسبات من كهيئة رسمية في 40 صفحة يؤكد على فساد شنيع في هذا القطاع، يؤكد على عدادات معطبة. بالله سامحني سيد النائب، نحب نوضح حاجة. لما تقول وأنه نصف صندوق الدعم يصرف على المحروقات، يعني يلزم الشعب التونسي يفهم إيش معناها. إيش معناها؟ معناها إذا كان دولة عشر، يعني عشر يجي الدعم، نصف المبلغ بتاع الدعم، عشر ميزانية الدولة في دعم المحروقات، إيه، وهو نصف مبلغ، نصف مبلغ صندوق الدعم. صندوق الدعم هذا اللي حبيت نقوله. صندوق الدعم ليش يجي؟ يجي للدقيق وللفارينة وللخبز اللي ناكله فيه وللحاجات الأساسية والزيت اللي تدعمها الدولة. إذا اشتر بتاع المبلغ هذا ماشي للبترول اللي في عوض يدخل الفلوس للدولة، فيعني هذه مصيبة كارثة على الوطن. طبيعي، هو السياسة على الأقل التي اعتمدوها حكومة السيد علي العريض في الأشهر الفارطة، حاولوا، لأن عملية الدعم من ينتفع بها؟ ينتفع بها ليس المواطن في قارورة الغاز، قدر ما ينتفع بها صاحب الشركات الكبرى الذي يمتلك 10 أو يعني كاميونات ولا حاجة من هذا، يعني يمتلك استعمال كبير ومفرط للطاقة، وهو استعمال تجاري وصناعي، في حين أن الدعم كان لازم يكون استعمال منزلي، استعمال عادي. نعم. حاولت هذه الوزارة في الفترة الأخيرة أن تسحب الدعم على الشركات الأسمنت، لكني في تقديري هو ظهر أن الهدف نبيل، أما في الأصل، أما في الطريقة التي مارسوها. هل أنا في سؤالي لأحد الأخوة في وزارة الصناعة شركة الدولة، قلت لها يعني أنتم كي تسحبوا الدعم على شركة الإسمنت، شركة الإسمنت كيس الإسمنت الذي هو تقدير قدره قيمته بستة دنانير تونسية سوف يصبح ب 15 دينار تونسية، لأن الشركة سوف تحمل هذه الأعباء على المواطن. ألور الطريقة المعتمدة غير سليمة، وكانت مفاجأة للجميع، للمواطن وللشركات عموما. يعني هذه السياسة الدعم سياسة في تقديري أكذوبة كبيرة. كميات الآلاف من المليارات التي يدعون أن كونها في المحروقات مستحيح، وإحنا تو نطالبوا، علاش باش نأكدوا، نطالبوا بالتدقيق، يعطونا التدقيق تاع الإطاب والتدقيق تاع السير والتدقيق تاع السير. لماذا الإطاب ترفض مثلا؟ أنا سمعت مبارح في المحاضرة التي ثم تململ، ثم تأخير في تمكين في القيام بالتدقيق، مش في تمكيننا منه. نعمل مزيان، نحب نقول حاجات اللي يفهمها الشعب. واضح. يعني حاجات اللي تمشي له العقل مباشرة. هل معقول، وصححني كاني غلط، وأنه مثلا شركة كما بريتش بتروليوم في أحد الآبار، يعني الدولة التونسية ما تاخذ معها حتى شيء؟ بريتش غاز. بريتش غاز، نعم، بريتش غاز في حق المسكار. حق المسكار. وأنا نحب نحكيه في النقطة هذه بالله، خلي أنه فضيحة، مصيبة عظمى، يعني داهية عظمى. يعني كيفاش وأنه ثروة الشعب التونسي تاخذها بريتش غاز ولا بريتش بتروليوم ولا البريتش بلاش؟ هنا نبناني شنو رابحة تونس؟ نحب نفهم. ثم فضايح أخرى سوف نتطرق لها. يعني شركة بريتش غاز تم تمكينها من رخصة ما تسمى رخصة أميلكار. في أي عهد بالله؟ هذه طبيعي في السابقة اللي ثورة. لا، سابقة الثورة فيها. سابقة الثورة، نعم. هي في أول أيام، في آخر أيام بن علي ولا برقيبة ولا أيام بن علي. نعم. في العموم تم تمكين رخصة أميلكار، فيها هذه الرخصة حقلين، حق المسكار وحق الصدر بعل. حق الصدر بعل تم التشارك فيه بين الدولة التونسية ممثلتها لطاب
مؤسسة تونسية للنشطة البترولية وشركة بريتش غاز، يعني 50% 50% 50 زائد 1 49%. بالنسبة لحق المسكار تم تمكين بريتش غاز 100% لهذا الحق. علاش؟ في تعلى يا أخي، ما فماش كور دي كونت، ما فماش لجنة مراقبة. في هو هي الرخصة جاءت بمقتضى قانون 1985، ثم أتى بن علي وقام بمجلة المحروقات ما تسمى عام سنة 1999، من خلال هذه المجلة حاول تطويع وتكييف القانون لنهب الثروة الوطنية بإعاز من شركات خاصة محلية وأجنبية وأعطاها رداء قانوني. صلب هذه المجلة ثم تفصل يمكن الوزير منح الرخصة وتجديدها وإيقافها وكل ما تعطى بشكل منفرد في مكتبه بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية دون الرجوع إلى المجلس. صلب الفصل هذا بالرجوع، أنا باش نرجع لك، أنا المجلة دي ضمنت عديد فصول كارثية جرائم تجاه الشعب التونسي. فصل 48 يخول لفصل 12 استغفر الله، يخول للمؤسسة التونسية للنشطة البترولية، أحد هذه الفصول يخول للمؤسسة التونسية للنشطة البترولية أن تدخل شركة مع شركة الخاصة أجنبية أو محلية أو أن لا تدخل، ولها أن تعلل ذلك من أن لا تدخل في صورة ما إذا كان الحقل مردوده ضعيف وخاسر تجاريا. هذه المؤسسة رفضت الدخول والمشاركة مشاركة الدولة بهذه التعلل، وليست هذه الحق الوحيدة، ثم عديد الحقول. حقل الشرقي شبيه تعطاه 50% تعطاه شركة بين الدولة التونسية والشركة الأجنبية، ثم تم التفويت في منابنا كدولة تونسية أصبح لنا 5% برك في إطار هذا. عموما حق المسكار، لكن صراحة بالله دقيقة، شكون مستفيد؟ هل هي العائلات؟ أنا قبل ما نوضح لك شكون مستفيد، حبيت نأكد لك أن حق المسكار هذا اللي مكنوب 100% للشركة الأجنبية، يعني تونس تتحصل فقط على أتاوة 10%. هذه الأتاوة لو نأخذ نموذج أن هذا الحقل مدخوله 10 مليارات مثلا، الشركة الأجنبية تضخم في فكترة البحث، في فكترة الاستكشاف، في فكترة الاستغلال، في فكترة التطوير، إلى أن عوضا أن يكون 10% من 10 مليارات منها مليار، يصبح منها بعد حذف كل المصاريف تبقى 2 مليارات يعطوك منها 10%. معروف يعني أخلى أكثر من هيك، أن هذا الغاز ينتج 40% من احتياجات الشركة التونسية للكهرباء والغاز. هي نقطة حساسة والساعة قريب تكمل، أنا نسألك يعني هذه كلها تعملت بالطبيعة باش عائلة بن علي وحاشيته يعني ورجال الأعمال الفاسدين الذين حواليه، ماذا بي أمثلة ده فيها رشاوي وفساد، نحب نعرفه في كلمتين. وحاجة ثانية، بعد الثورة تمت كذلك فضائح نعرفها كذلك في عهد وفي ولاية الباجي قيد السبسي، يعني نحب نعرف ما الذي حدث. هي في ولاية الباجي قيد السبسي، هو في ولاية النهضة الحقيقة معنا. نعم. في ولاية النهضة مادام كنا في مسكار في أيام الوزير الصناعة محمد أمين الشخاري وفي حكومة الجبالي طبيعي، تم توقيع بتمديد لحقل لرخصة أميلكار رغم أنها مخالفة للقانون، تقريبا 5 خروقات للقانون، ومع ذلك وقع وتم إحالتها علينا كمجلس. نعم. وتصدينا لهذه الخروقات. إذن لم يتم. لا بطبيعة الحال، لكن لو كانت هذه الرخصة ترجع لقانون 99 الذي يمكن الوزير بالمنح والتجديد بمفرده لتمت. نعم. هذه الرخصة ضمن تقريبا 12 أو 14 رخصة أخرى من المياه اللي كنا نذكر فيهم، هما يرجعوا القانون 85 واللي يلزموا الوزارة بعد التوقيع أن نصدقوا عليها في المجلس. للحمد لله أنها لكن للأسف ما نجمتوش تتصدقوا للحقل اللي سليم شيبوب. الحقل الثاني في أيام الباجي قايد السبسي هي رخصة فواياجير. شنو يعني فواياجير؟ خاطر فما فيلم اسمه فواياجير. هذه رخصة برج الخضراء. نعم. رخصة برج الخضراء للسيد سليم شبوب النصيب فيها في شركة فواياجير.
طبيعي أن بعد الثورة تم إصدار مرسوم للمصادرة، مصادرة أملاك المخلوع وأملاك العائلة عائل بن علي عموما بما فيها السيد سليم شبو. طبيعي حينما أن هذه الشركة فيها جزء، والمصادرة يقول كل أملاك أو حتى جزء ضمن شركة معينة، يعني تولي تم إيقاف هذا النصيب ولا يتم بيعه ولا التفويت فيه إلى حين البت في الأمر نهائيا. باش ما ندخلوش في التفاصيل اللي صار أن تم التفويت في هذه في هذا النصيب سيد حقوق السيد سليم شبوب من هذا الحقل، يعني في الظرف الحالي راه كلمة السيد زايدة. لا لا والله أنا في نصيب سليم شبوب في نصيب حقوق سليم شبوب من هذه الرخصة في حق البرج الخضراء ضمن شركة فواجير، وتم تفويتها لشركة أناداركو اللي ممثلها القانوني، وهنا الفضيحة حقيقة لممثلها القانوني صلاح الدين قايد السبسي شقيق البجغة السبسي اللي هو في اللحظة ذيك البجغة السبسي هو رئيس الحكومة، وهو اللي تم التوقيع على النهائي. طيب استعملوا انتم السيدين خلصوا فيكم، علاش انتم النواب ما عندكم زادة لجنة مساءلة ولجنة بحث، شبيكم ما شديتوش سلباجي وقتها وقلت له فاش تعمل؟ لا وقتها منين السلباجي موجود، احنا ماناش نواب. مازلتوا احنا مازلنا ما تمش مجلس تاسيسي بالعاني. انا سالتك باش نتذكر. اما اللي ناكد لك اني تقدمت بعد ما تمت مصادقة على الفصل 13 صلب الدستور لحماية الثروة الطبيعية، قدمت بثلاثة مشاريع قوانين. أولها مشروع قانون لمراجعة مجلة المحروقات وما فيها الفصول تقريبا 15 نعم. فصل ما فيها المحروقات. مشروع قانون لمراجعة مجلة المناجم لأنها طبيعي حتى هي فيها تم تطويحها وتكييفها للنهب. مشروع قانون ثالث وهو الأهم، هو مشروع قانون لمراجعة الاتفاقيات والعقود السابقة من أيام الاستعمار. وهنا أذكر بأن الاتفاقية أنت 1949 اللي أبرمها البي بأمر علي، 1949 لفائدة شركة كوتيزال لاستغلال الملح، مدتها 50 سنة، تمدد بعشر سنوات ثم بخمسين سنة، أي من 1949 كوتيزال ليست شركة تونسية، هذه اللي نشوفوا فيها فرنسية نعم، إلى 2024 ومعين الكراء معلوم الكراء للهكتار الواحد 1 فرنك بما يعادل 300 مليم تونسية في الفترة هذه، يعني مدة 75 سنة تقريبا بواحد فرنك. وهذا اللي باش نطلبوه بمراجعة هذه الاتفاقيات. واللي طيب متخافوش خاطر نكونوا واقعيين، فما الحلم وفما الوطنية وفما المشاعر وفما الواقع اللي يقولك يا حبيبي تفضل. عندك قوى دولية وعندك دول اللي مصالحها انت مش تحط صبعك عليها ومش تجحهم، مش يسكتوا لك؟ والله احنا اليوم عندنا نص دستوري واضح اللي نأملوه. وانا في سؤالي للسيد مهدي جمعة رئيس الحكومة حينما كنا مطالبون بالتصويت على الحكومة ومسلق عليها او ضدها، يعني سؤالي كلمتي كالاتي، قلت لها انت كوزير صناعة قضيت سنة على رأس هذه الوزارة وتعلم ما يشوبها من فساد، لربما لم تقدم على الأقل لم تحقق في هذا الأمر لأن ما ثمش إرادة سياسية كانت موجودة. كوزير صناعة نجم تطلب التصحيح والتدقيق وفتح التحقيق الإداري، نجم يكون رئاسة حكومة تقول لك ستوب ما توقف الأمور. اليوم أنت رئيس حكومة، في السابق ما كانش ثم نص دستوري، دستور منها مش موجود في السابق، أيضا ما كانش ثم نص تشريعي يمكن من المراجعة. اليوم الدستور موجود والإرادة السياسية عندك والنص التشريعي هنا صبناه، هل أنت بستندنا في مراجعة هذه الاتفاقيات العقود؟ كان الإجابة رغم أنه لأني أنا قلت له إذا كان إجابتك بنعم أنا باش نعطيك صوتي، إذا إجابتك بلا أنا لن أعطيك صوتي. كانت الإجابة بأننا ما دام ثم نص دستوري نحن سوف نتجه في مراجعة العقود الباطلة. نعم بسرعة، هذه العقود الباطلة إن شاء الله تقع مراجعتها، وحتى بالنسبة للرأي العام الدولي أو المصالح الدولية هذه أمور قانونية، يعني هم لا يمكن أن يعارضوا القانون. لكن ما أريد أن أقول، هل ستتم مطالبة محاسبة مثلا الباجي قايد السبسي على هذه الحالة وهو وزير أول قبل انتخاب البرلمان؟ لأنه هذه حالة خطيرة يعني. والله في تقديري لا أحد فوق القانون،
باعتبار ان هذا ليس ما نرى كثيرا سامحني يعني لا احد فوق القانون وش نقصد لا احد فوق القانون يعني القضايا المنشوره توا سامحني ثم قضيه ما يراه الشعب سيدي النائب أي. ما يراه الشعب ان ثمة عديد فوق القانون مجرمون عفوا يعني يمشيوا في الشوارع شيخين ما حتى حد معرض لهم بل بالعكس كانوا تحت الطاولات ومتخبيين توا طلعت رؤوسهم كالافاعي يعني ومتيقنين من عدم العقوبة. مثلا القضية هذه فيها منشورة لدى القطب القضائي ثمة وأنا بالتعاون مع مجتمع مدني في البلاد في تونس يعني على علم تقريبا 15 قضية في هذا الإطار من بينها قضية الفضيحة تاع فوياجر فماشي قضية ضد القضاء بالله اللي مش قاعد يخدم في خدمته ولي من بشنو كان غريمك الحاكم مشكون مستشكي هذه هي لا في العموم هو المجهود موجود القطب القضائي صحيح ولا بدا يتخلخل لا الحمد لله بالنسبه لنا كتحالف ديمقراطي شفنا سي كل بارودي مثلا قال راوسي بن غربيه اللي قالوا ما يربطش الحزب هذاك لا يعني كل الاحزاب خلينا نذكر بالله المستمعين على خاطر وقت الموضوع شنو وانه اللعبه اللي لعبها الباجي قايد السبسي وانه حب يحط محمد الناصر كوزير اول وهو لعبه في يديه يعني وكنتوا انتم ساندتوا وتغشش سي بن غربيه وقال احنا يعني غلطنا فجاء سي البارودي يرضي في البجبوج ومشاله قعد ربيع ساعه وقال له راه لا هذاك موقفه الشخصي موش موقفنا انت شنو موقفك والله في تقديري هل مشى ما مشاش انا ما نجمش ناكد ما نجمش ننفي انه مشى ولا لكن في تقديري ان كل حزب يخطئ ويصيب في التقديرات قدرنا الامور على ان السيد محمد الناصر شخصيه معتبره لها من التجربه السياسيه في وزارات عديده منها وكان ناجح فيها تقديرنا لربما كان خاطئ وان كان انا في تقديري ينجم يكون اليوم مستقل وكان باش يكون يمارس العمل باستقلاليه نحب نقول لك هذا اخر سؤال كان باش يعني يمارس العمل باستقلاليه وبعدين اتضح لي ارتأى ان باش يعمل عمل سياسي عليكم الكره عليكم انتم وقت نقول لكم انتم مش للحزب للنواب اي خويا انتم تلعبوا اليوم في جمعيه غدوه في جمعيه هي جات عرض اخر من جمعيه يجيوا ناس عندهم فلوس ونفوذ ما عندهم حتى نائب سامحني في الكلمه يشيلوهم يعني كيما نشري اللو 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 يعني اللاعبين تاع كره القدم يجي سي شو اسمه العياشي العزرودي اخر من صدر يعني يولي عنده نواب يجي سي سليم الرياحي يولي عنده نواب نواب يعني بالله كيفاش عشتوا هذه لانه سامحني يعني سامحني مع احترامي مهزلة انا في تقديري انا عشت نائب مستقل والحمد لله منها ما تشريتش مشيت وحدك انا انتميت الى حزب وكل الاخوه يعرفوا أن ندعمه في الحزب بالمجهود ذاتي يعني كل طرف سواء نائب ولا موظف ولا كل عضو ومناظر في هذا الحزب يدفع لهذا الحزب باش يتكون يعني أنا في تقديري وقناعاتي أني ندخل حزب وندعمه وما ندخلش حزب يصادر لي رأي ويشري الموقف نتاعي اللي صار للأسف حاولنا صلب الدستور أن نضمنه فصل يمنع هذه السياحة الحزبية تم الاعتراض عليه واعتبرنا أن قانون الانتخابات أو على الأقل قانون الأساسي لكل حزب عليه أن يمنع أو يبيح هذا الأمر معناها خلينا هالفرصة متاحة للحزب الحديث في قانون الأساسي الله يبارك فيه فات الوقت برشا الله يبارك فيه كلمة موجزة رغم كل هذه المطبات والهزان والحطان باللغة التونسية في البرلمان وفي الحياة السياسية وكلفت الغالي كلفت حياة يعني شخصيتين شهيدين وبعض وكذلك شهداء اخرين يعني واعوان امن واعوان جيش يعني حقا يعني فكيف تقيم رغم كل هذا هذه الفتره بايجاز ثم كيف تقيم دور الجيش التونسي هي فتره كانت عصيبه ولكن كي نشوفوا الثورات في العالم لربما كان حظنا سواء ثورات الربيع العربي او ما يسمى بالربيع العربي لان المساله فيها أخذ رد نشكر الله على على وضعنا ونحمده ونعم بالله واللي خرجنا بأخف الأضرار فيما يخص الدور الجيش الوطني اللي هو حقيقة منذ بداية الثورة إلى هذا اليوم هو بذل كل بما فيه حتى أعوان الأمن الحقيقة بذلوا دور كبير برشا والجيش ربما
كان في أول الثورة معناها ظاهر أكثر، لذا في ظهورها أكثر وفي نشاطها أكثر، ومشكور على حماية الثورة وحماية الوطن وحماية الثورة أكيد، لأن حقيقة كان له دور جبار، وندعو بالرحمة إلى كل شهداء الأبرار إن شاء الله. يعني تحق عليهم يحق عليهم البيت الشعري بني وطني ليوث السدام وجند الفداء. أكيد أكيد. نعم. أكيد. شكرا أكيد. لك سيد النائب، كان لقاء شكرا. ممتع معك وصريح. هذا نادر من السياسيين، لأنك مبتدئ ممكن في السياسة، ربما بعد 5 سنوات سأجد لغة خشبية أخرى. شكرا جزيلا. شكرا يا سيدي، ربي يبارك فيك. عايش. بارك الله فيك. بارك الله فيك. عايش. بارك الله فيك. عايش.